مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الحكومة، البرلمان مختص بمناقشة تيران وصنافير، وأبو الشقة، المناقشة ستكون معلنة. إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان للمفاوضين. خفض الجمارك والضرائب على السكر والأرز. وإليكم تفاصيل النشرة. البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، هذا ما أكده المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا أن نص المادة 151 من الدستور تنص على أن الرئيس يصدق على المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. لافتا إلى أن توقيت مناقشة البرلمان للاتفاقية يرجع إلى النواب أنفسهم بوصفهم أصحاب القرار في رفض الاتفاقية أو الموافقة عليها. في سياق متصل، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية حال قيام رئيس البرلمان بإحالتها للجنة، مضيفا ليس لدينا شيء نخفيه وسنلتزم بمبدأ الشفافية خلال المناقشات، وكل شيء سيكون مذاع ومعلن للرأي العام لتكون الحقيقة كلها أمام الشعب كاملة. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فحص الطعون قد أصدرت حكمها برفض الطعن المقام من الحكومة وتأييد حكم أول درجة صادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس لهيئة المفوضين. وقد اختصت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير الخارجية بصفتهم، وطلبت باستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين والمطالبة بالإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب. للتخفيف على المواطنين، فقد وجه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من قصب السكر والقمح والأرز والشعير والذرة، وخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة مثل السكر والأرز بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها بالأسواق. ظهور مستريح جديد بقنع، فقد حرر العشرات من أهالي مركز قوس العديد من المحاضر ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 16 مليون جنيه. وأكد الأهالي قيام المتهم بالحصول على مبالغ مالية مقابل نسبة فائدة سنوية 72% بزعم استثمارها في سندات وأصول أحد شركات المطاحن الخاصة واستثمار تلك المبالغ في العقارات. لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، فقد أعلنت كايرو رانرز عن تنظيم أول نصف ماراثون دولي في مصر تحت اسم النصف ماراثون الدولي بالجونة، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير المقبل برعاية شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية بالإضافة لمؤسسة أهل مصر للتنمية. ويعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما، هو الأول من نوعه ليس فقط لكونه ماراثون دولي يقام على أرض مصرية ويساهم في تنشيط السياحة، لكن أيضا لأنه حدث رياضي له هدف سامي وهو مساندة ودعم ضحايا الحروق في مصر. معنا مؤسسات تنموية حاجة زي أهل مصر في نصف ماراثون الجونة عشان نعمل توعية عن الموضوع، إن إزاي الناس دي في حاجات كتيرة في بلدنا إحنا ما نسمعش عنها وحاجات محتاجة رعاية سواء مادية أو معنوية، فدورنا الصغير إن إحنا بنحاول ندرس الحاجات دي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.